مش عايز وجع دماغ بقى. هشام عاشور يتوعد لشريف سلامة. هنركز على بعض. من المالديف لدبي وصلت نيلي كريم وجوزها هشام عاشور اللي بيقضوا اجازه مفيش شك انهم بيستاهلوها بعد مجهودهم في رمضان، خصوصا نيلي اللي قدمت دور صعب ومرهق في مسلسل فاتن امل حربي. انتوا بتكلموه كانه زيه بالظبط، كانه ما عملش حاجه. ورا كل دور عميق لنيلي في ايام طويله من التحضير لتطوير الشخصيه وتقمصها، ده اللي ممكن يبدا معاها من البيت قبل ما تروح لوكيشن التصوير. يعني ساعات تفتح الباب كده اقول ايه يا نهار اسود، دي هتخش فهمت من كده اللي الثلاث ايام الجايين على هنأكد على بعض. والله ليه بتضحك وجميله وهي يعني بتعرف في ثانيه تفصل يعني. والله احنا بنقول ان مش الحق على نيلي، الحق كله على شريف سلامه اللي قلب حياته نكد ودمار، ده اللي باين انه استفز هشام كذوب. انا قمت له كذا مره بس يعني ما رضيتش. قوامين ولا مش قوامون؟ التمثيليه تمثيليه تقيله، تقيله ما اقدرش اتفرج انا عليها كتير لان هي تقيله، وبعدين هي بتضرب وبتتشد وبتاع فمش هقدر افضل اتفرج على الحاجات دي. بس شكله قريبا هيحب نوع زي ده من الادوار، كون الجمهور هيعيش قصه اكشن بين هشام ونيلي في فيلم سينمائي. والله هو في قصه كده ظريفه مع حد مخرج يعني نعرفه كويس في امريكا، حاجه فيها اكشن وفيها ممكن اكون انا مش سوي عقليا وحاجات يعني فيها حاجات ظريفه وحاجات في الغابه. الخطوه دي اللي كان الجمهور متوقع ان يشوفها في دراما رمضان بينهم، بس هشام كان اعلن في اكتر من لقاء لي بانه بيفضل يكون بعيد في التمثيل عن نيلي كريم. انا جاي من امريكا بقالي 9 سنين 10 سنين، الناس فيها ما يحكموش على بعض خالص، بس احنا هنا في مصر للاسف يعني بيركزش على نفسه، ما بيشوفش هو عايز يعمل ايه، بيبص على اللي جنبه، فدايما مستعدين نحكم، مستعدين نعمل مش عارف ايه، فانا كنت جاي محضر للقصه وعارف انا هعمل ايه والكلام ده كله، مش عايز وجع دماغ بقى. والطريقه دي مش بس بيستخدمها في حياته المهنيه، فحتى رده على الناس اللي بتتكلم دايما عن فارق العمر بينه وبين نيلي بيكون جريء. اصل هم 6 7 سنين، حتى لو كانوا 10 او 15 سنه الموضوع بالنسبه لي واضح جدا وسهل جدا يعني. انا قعدت 9 سنين سنجل في امريكا، فهي القصه كلها ان انت لما بتلاقي حد قلبك بيلاقي قلبه بجد وبيحصل الكونكشن الحقيقي، انت ما بتفكرش، ما ينفعش اصلا تفكر، احنا ما فكرناش، احنا اتجوزنا في 3 سنين ما فكرناش. النار القايده زايده رايدك وانت رايده، بعدنا مهما بعدنا برضه ما فيش فرق.